نجمنا الكبير، لكن نروح نطمن على بعثتنا، بعثة النادي الأهلي من خلال مراسلنا فاروق صلاح في النيجر. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن هاني، كل التحية ليك يا سهام، وطبعا كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن طه الطوخي. أهلا بيك. عايزين الحمد لله على السلامة، وعايزين نطمن على بعثتنا وصلت إمتى، وحاليا دلوقتي في الأوتيل، والبرنامج كمان إن شاء الله، البرنامج التدريبي أو البرنامج اليوم اللي فرقتنا إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية. خلينا اطمنك يا كابتن هاني واطمن كل جماهير النادي الاهلي طبعا على بعثه فريق النادي الاهلي من هنا من نيامي عاصمه دوله النيجر، واستعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق سونديب في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. عشان نقرب الجماهير من الصوره يا كابتن هاني، خلينا اقول لك ان فريق النادي الاهلي طبعا كان تواجد في مطار القاهره في تمام الساعه 12 ظهرا، وتم استقلال الطائره في تمام الساعه 3 عصرا. يعني رحلة الطيران استغرقت 6 ساعات. كان الوصول لمطار ديوري هاماني بنيامي كان في تمام الساعة 8:30 بتوقيت النيجر. يعني عايز اقول لك ان التوقيت مصر، يعني التوقيت في النيجر يعني متاخر شويه عن مصر بساعه. كان الوصول في تمام الساعه 8:30. كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر، وايضا كان موجود محمد سيجا نائب رئيس مجلس اداره نادي سونديب في استقبال البعثه. تم الانتهاء من كافه الاجراءات الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي، ثم استقل لاعبي النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي الباص والتوجه الى مقر اقامه الفريق بفندق بيبعد عن المطار يعني ب 10 دقائق. سريعا كان يعني تم تجهيز وجبه العشاء للاعبين. طبعا انت عارف يا كابتن هاني ان الكابتن سيد عبد الحفيظ تم تكليفه بمهام رئيس البعثه، نظرا يعني طبعا عدم التحاق الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مكلف برئاسه البعثه، وبعد ثبوت ايجابيه فيروس كورونا ومسحه كورونا. طبعا كان الاستاذ محمد الضماطي وايضا رامي ربيعه وعمرو السلاي ومحمد قفشه، وايضا 2 اداريين الكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن رأفت ابراهيم. يعني مهام كتير جدا. يعني عايز اقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ قايم بدور اكثر من رائع. في الوقت اللي انا بكلمك فيه كان اللاعبين يعني من نصف ساعه انتهى لاعبي النادي الاهلي من تناول وجبه العشاء. سريعا كل لاعب حاليا في غرفته. ان شاء الله بكره كابتن هاني الفريق هيتناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا. اول تدريب للنادي الاهلي هيبقى على ملعب كونيتشي في هنا في نيامي، هيكون في تمام الساعه 4:30 عصرا. عايز اقول لك ان يعني مجهود كبير جدا بيقوم به مسؤول السفاره المصريه من توفير كل الامور، ويعني وسائل اتصال مستمره ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومعالي السفير نبيل مكي اللي كان ليا لقاء معاه واتكلم على ان كان التواصل منذ اكثر من 10 ايام ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ محمد الضماطي مع مسؤول السفاره المصريه، وقال ان هو كان يعني سعيد جدا بوجود النادي الاهلي، ودي اول زياره للنادي الاهلي في تاريخه في المشاركات الافريقيه هنا لدوله النيجر. يعني معالي السفير يعني عايز اقول لك لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها ما سبناش معالي السفير. زي ما قلنا واطمنا ايضا على لاعبي النادي الاهلي، عايز اطمنك ايضا على لعيبه النادي الاهلي، وكان لنا حديث مع الكثير من اللاعبين. انت عارف يا كابتن ايمن ان احنا خلاص نهينا فرحه البطوله التاسعه. خلاص انت بتبدا بطوله جديده، انت مطالب بالفوز بيها. كان ليا حديث على الطائره مع بدر بنون لاعب النادي الاهلي، كان ليا كلام كتير. يعني من الامور اللي اتكلمنا فيها مع بدر بنون على سهوله او سرعه انسجامه مع فريق النادي الاهلي، قال لي جمله كبيره قوي يا كابتن ايمن يا كابتن هاني تقدر تلخص مسيره نجوم كتير. يعني قال لي انا جاي للنادي الاهلي وانا عارف ان انا مطالب بكل بطوله، يعني انا جاي لنادي كبير لو داخل في 10 بطولات انا مطالب مني ان انا افوز بالعشر بطولات. اتكلم على الدور الكبير اللي بيلعبه كباتن النادي الاهلي الشناوي وكهربا وسعد الدين سمير وايمن اشرف واللاعبين ورامي ربيعه، كل اللاعبين في عمليه تسهيل الامور. قال انا سعيد جدا بالنادي الاهلي، عندي احلام وطموحات كتيره جدا ان انا احققها مع النادي الاهلي. يعني ده كان لقائنا مع بدر بنون. اطمنك ايضا على اللاعبين، كل اللاعبين مركزين طبعا ان شاء الله لضروره تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب، ومن ثم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الاياب، ومن ثم الصعود لدور ال 16 ان شاء الله. موجود معاك يا كابتن هاني ان شاء الله كل التوفيق. لكن سؤال سريع بس قبل ما اقفل معاك، يهمنا كمان نعرف حاله الجو هناك ايه، يعني الظروف
الطقس ايه، لان دوت برضو يعني المباراه ان شاء الله اعتقد الساعه 4 بتوقيت القاهره، لكن نعرف الاجواء بالنسبه للطقس عامل ازاي، هل في مطر، هل الملعب اللي هتتمرن او الفرقه هتتمرن عليه بكره ملعب طبيعي ولا صناعي، برضو عايزين نعرف شويه معلومات عن الفرقه في خلال الايام اللي جايه. يعني خليني اقول لك يا كابتن هاني، احنا حاليا يعني حاليا في مصر في فصل الشتاء، هنا في النيجر احنا في فصل الصيف. يعني انا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي درجه الحراره هنا 31 درجه مئويه، يعني درجه الحراره اثناء اللقاء هتتراوح ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. الملعب اللي النادي الاهلي هيلعب عليه اللقاء ملعب من العشب الطبيعي، تقدر تقول ان في شويه نسبه الرطوبه بتبقى اعلى شويه، ان دوله النيجر يعني المناخ فيها مختلف مختلف تماما عن مصر. احنا بنتكلم ان احنا هنا في فصل في مصر في فصل الشتاء، هنا في فصل الصيف. في هنا يعني فصل الشتاء بالنسبه لهم درجه الحراره 37، فصل الصيف بالنسبه لهم بتبقى درجه الحراره بتتجاوز ال 50 وال 45. تقدر تقول ان كل الترتيبات الملعب جاهز ان شاء الله لاستقبال فريق النادي الاهلي. دوله النيجر انت عارف يا كابتن هاني يعني احد الدول اللي تتميز بمساحه شاسعه، ايضا يعني من الامور اللي احنا قدرنا نلمسها هنا يعني الطبيعه بتاعت النيجر، كميه خضار كبير جدا. طبعا والكابتن طه طوقي بالظبط يا كابتن هاني، يعني حضرتك وكابتن طه طبعا وكابتننا الكبار عارفين الطبيعه الافريقيه، كميه خضار، اعتماد على الزراعه، اعتماد طبعا على المعادن واستخراج اليورانيوم، واحد من يعني تقدر تقول المصادر المهمه لدوله النيجر. ايضا كان من يومين كان الاحتفال بعيد الاستقلال الخاص بدوله النيجر، كان يوم 18، يوم 27 هيكون الانتخابات الرئاسيه في دوله النيجر. عايز اقول لك النقطه المهمه جدا كمان يا كابتن هاني، الطيبه او السماحه والود اللي بتشوفه من الافارقه، يعني ده دايما حاله الترحيب اللي احنا شفناها اول ما وصلنا مطار ديوري هماني، الافارقه واحتفالهم وترحيبهم بالنادي الاهلي، ايضا في مقر الاقامه يعني اثناء الوصول كان يعني وجود بعض الافراد او شعب من النيجر للترحيب بالنادي الاهلي. الكثير هنا عارف النادي الاهلي، موجود معانا ايضا يعني بعض الجاليه المصريه والجاليه العربيه من لبنان ومن المغرب ومن تونس، عارفين النادي الاهلي، منهم اللي بارك للكابتن سعد عبد الحفيظ وبارك للاعبي النادي الاهلي، وطبعا كان كتير منهم حريص ان هو يلتقط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. لكن انت عارف يا كابتن هاني بعد يعني رحله طيران طويله يعني خلد اللاعبين وعلى طول للغرف للخلود للنوم، الايام ان شاء الله يكونوا موجودين في التدريب، في بعض الافراد من الجاليه العربيه يكونوا موجودين في تدريب النادي الاهلي لمؤازره ومسانده فريق النادي الاهلي في اول تدريبه غدا ان شاء الله هنا في نيامي. ان شاء الله كل التوفيق. يعني بنشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح مراسلنا في بعثة النيجر، ان شاء الله كل التوفيق.